مشاهدينا السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشر. مرحبا بكم، ونبدأ النشرة بأبرز العناوين. لجنة عمانية هندية تبحث في مسقط تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين السلطنة والهند. تدشين جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية بثلاثة محاور ستتنافس عليها مدارس السلطنة. واشنطن تبلغ مجلس الأمن الدولي بضرورة تأجيل مشروع قرار بريطاني حول اليمن. الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بالاتفاق النووي مع طهران ويؤكد على ضرورة مواصلة تنفيذه من كل الأطراف الموقعة. كما تتابعون أيضا في أخبارنا الاقتصادية، أكثر من 1070 خريجا وخريجة ضمن برنامج الأهداف الوطنية للتدريب المقرون بالتوظيف. وتتابعون في الأخبار الرياضية، نجاح تنظيمي كبير للسلطنة رافق حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والذي ينظم للمرة الأولى في العاصمة مسقط. الأوضاع والتطورات على الساحة العربية والإقليمية استعرضها معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية مع معالي الدكتور مشعل بن فهم السلامي رئيس البرلمان العربي الذي يزور السلطنة. اللقاء تطرق لدور البرلمان العربي في تعزيز التضامن والتعاون بين الدول العربية. استقبل معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج سعادة سانجاي ميترا وكيل وزارة الدفاع بجمهورية الهند رئيس الجانب الهندي في الاجتماع العاشر للجنة العمانية الهندية المشتركة للتعاون العسكري المنعقد في مسقط، حيث سلم معاليه رسالة خطية من معالي نرمالا سيتارمان وزيرة الدفاع الهندي تتعلق بعلاقات التعاون العسكري بين البلدين الصديقين. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة وبحث مجالات التعاون القائم بين وزارتي الدفاع وتعزيزه، كما تم تبادل وجهات النظر في الأمور ذات الاهتمام المشترك التي تخدم مصلحة البلدين الصديقين. هذا وفي إطار علاقات الصداقة والتعاون العسكري القائم بين السلطنة وجمهورية الهند الصديقة، ترأس معالي محمد بن ناصر بن محمد الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع الجانب العماني في الاجتماع العاشر للجنة العمانية الهندية المشتركة للتعاون العسكري في البلدين الصديقين، فيما ترأس الجانب الهندي سعادة سانجاي ميترا وكيل وزارة الدفاع وبحضور أعضاء اللجنة من الجانبين. وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة في كلا البلدين، والتي تأتي في إطار العلاقات التاريخية بين السلطنة وشبه القارة الهندية والتي تمتد لقرون من العلاقات المتبادلة والتعاون المشترك، وتعززت هذه العلاقات في عصر النهضة المباركة. وعلى المستوى المشترك بين البلدين تعمل السلطنة وجمهورية الهند على صياغة رؤية اقتصادية وسياسية مميزة لهذه المنطقة من العالم تساهم في تنمية المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار. استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة اللواء الركن محمد بن عبد الله الكندري معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط رئيس اللجنة العليا للتعاون الدفاعي بدولة الكويت والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا. وقد رحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف، وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين وتبادل وجهات النظر في المجالات العسكرية المختلفة وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة صباح اليوم بمكتبه بمعسكر المرتفعة الفريق أنيل كومار شاولا قائد القيادة البحرية الجنوبية في البحرية الهندية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا، حيث رحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف، وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض وجهات النظر في المجالات العسكرية المختلفة وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. واستقبل اللواء ركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بمكتبه بمعسكر المرتفعة الفريق أنيل كومار شاولا قائد القيادة البحرية الجنوبية في البحرية الهندية والوفد المرافق لها الذي يزور السلطنة حاليا. في بداية المقابلة رحب اللواء ركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية بالضيف الهندي، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر في عدد من الأمور المتعلقة بالمجالات البحرية بين البلدين الصديقين. ثلاثة محاور ستتنافس عليها مدارس السلطنة في جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية التي دشنت اليوم. هذه الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة وتطبيق أفضل الممارسات التعليمية وتعزيز الهوية الوطنية. تقدم جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية مقاربة منهجية لتفعيل أهداف ومضامين التنمية المستدامة في السياق التعليمي، ومن أجل ذلك دشنت الجائزة لتعزيز أسلوب التربية الذي يتبنى المشاريع والمبادرات وينقل المعارف والمهارات من خلال تنفيذ الأفكار. جاء انطلاق هذه الجائزة بمحاورها البيئية والصحية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، تتويجاً لسلسلة من الجوائز والمسابقات التي استشرفت مستقبل التعليم في السلطنة ولبت متطلبات مراحل المسيرة التعليمية المختلفة وأسهمت في تحقيق أهداف التنمية الشاملة بشكل متوازن ومستدام. محاور ثلاثة ستشتمل عليها الجائزة تكرس إيجاد بيئة تعليمية صحية ومرتبطة بالنواحي الاجتماعية والثقافية للمجتمع، وتدعم الفهم الكامل للقضايا الاقتصادية. تهتم بثلاثة محاور، المحور الأول البيئي والصحي، والمحور الثقافي والاجتماعي، والمحور الاقتصادي. ومن خلال هذه المحاور الثلاثة تستطيع المدارس متى ما قررت المشاركة للمنافسة على نيل شرف هذه الجائزة أن تحدد نوع المشروع الذي يخدم البيئة المدرسية أو يخدم البيئة المحلية التي تتواجد في هذه المدرسة. من بين الأهداف التي تسعى الجائزة لتحقيقها نشر ثقافة التنمية المستدامة وبناء شخصية الطلبة وتطبيق أفضل الممارسات في التعليم وعقد شراكات مع الحقل التربوي وغرس مفاهيم العمل وتفعيل دور التقنيات الحديثة وتعزيز الهوية الوطنية. تتيح للمدارس وللطلبة العمل على مشاريع ذات يعني مجالات واسعة، ومن أهمها أيضا المواطنة والهوية العمانية. الطلاب والمدارس بإمكانهم أن يثبتوا هذه القيم، يثبتوا هذه المكونات العمانية، الثقافة العمانية من خلال مبادراتهم ومشاريعهم ومشاركتهم في هذه الجائزة. لكون الجائزة مرتبطة بشكل كبير بأداء الطالب نفسه، فقد شكل فهمه لعناصرها النجاح الأولي الذي وضعت من أجله. جميع الطلاب كانوا ينتظرون ترشين هذه الجائزة، كون هذه الجائزة تخدم فكرهم وتساعدهم في القيام بمشاريعهم وتنفيذها وإيصالها إلى الأسواق. سيتم تحكيم الجائزة من مختصين من وزارة التربية والتعليم وجهات معنية بالمحاور التي تتناولها الجائزة. تساهم هذه الجائزة في بث روح التنافس بين المدارس والطلاب لإيجاد مشاريع تنافسية ومبتكرة في مجالات عدة. عبد الله بن علي البلوشي، مسقط.
تمكنت السلطنة من تسجيل رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك عن المبادرة الوطنية للتبرع بالدم التي نظمها صندوق الزمالة لموظفي وزارة الصحة. المبادرة سجلت رقما قياسيا في عدد المتبرعين والمتعهدين بالتبرع بالدم في زمن قياسي، بعد أن بلغ عدد المتبرعين 5555 متبرعا خلال 8 ساعات، متجاوزة العدد السابق 3034 متبرعا المسجل في موسوعة جينيس باسم جمهورية الهند. بتسجيلهم رقما قياسيا في زمن قياسي، تمكن 5555 متبرعا ومتعهدا بالتبرع بالدم من إدراج اسم السلطنة من جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية باسم المبادرة الوطنية للتبرع بالدم. هذا الرقم القياسي، والذي هو طبعا سيبقى في ذاكرة التاريخ، له عدة دلالات. الدلالة الأولى أن المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة على استعداد دائما لتلبية الاحتياجات وما يتطلب منه للحالات الطارئة. التبرع بالدم خدمة إنسانية نبيلة، ولله الحمد لدينا في السلطنة اكتفاء ذاتي من المتبرعين بالدم. المبادرة التي انطلقت تحت شعار دمك حياة لغيرك استمرت 8 ساعات، ليتوافد عليها أكبر عدد من المتبرعين بالدم على مستوى العالم. أنا اليوم حتى جبت أسرتي عشان يشاركوا في التبرع بالدم، عشان يشاركوا أخواتنا وأخواننا في هذه المبادرة الإنسانية. 10 محطات في مختلف محافظات السلطنة استقبلت المتبرعين الذين آمنوا بوجوب المشاركة في إنقاذ أرواح المحتاجين وأهمية التبرع في تجديد دم المتبرع. من الإنسان الوسيلة الوحيدة اللي ممكن أن يتبرع بالدم وللمرضى الآخرين، فنتمنى بالفعل يعني كل المواطنين، هذا واجب وطني وواجب إنساني لكل مواطن على هذه الأرض الطيبة أن يتبرع بالدم. وكانت وزارة الصحة قد سعت من خلال تنظيم هذه المبادرة إلى تحقيق تدريب عملي للتعرف على مدى جاهزية منظومة الخدمات الطبية لمجابهة الأزمات والحالات الطارئة، وتثقيف وإعداد أبناء المجتمع في جميع محافظات السلطنة. التبرع بالدم هو شيء صحي، خلايا الدم تتجدد. لن أيضا يقبل التبرع بالدم إلا من نتأكد من الفحوصات المخبرية أن لديه القدرة والإمكانية والصحة للتبرع بالدم. أدعو الجميع لمواصلة المساهمة في هذا العمل الإنساني النبيل. هذه أيضا المناسبة تأتي ونحن ما زلنا في خضم احتفالاتنا بالعيد الوطني 48 المجيد، ودعم مولانا حفظه الله ورعاه لقطاع الصحي ولبقية القطاعات هو هذه الثمرة من ثمرات هذا الدعم المتواصل. المبادرة الوطنية للتبرع بالدم تسجل اسم السلطنة في موسوعة جينيس ليضاف إلى أعمال سابقة دخلت بها عمان الموسوعة، آخرها أكبر علم ثلاثي الأبعاد مصنوع من مكعبات الليجو في 2017، وأكبر علم مشكل من الشموع في 2016. دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى تأجيل مناقشة مشروع قرار يدعو إلى هدنة في اليمن لحين إجراء محادثات السلام المقررة بالسويد في ديسمبر المقبل. وقالت البعثة الأمريكية خلال المفاوضات في الأمم المتحدة حول مشروع القرار إن واشنطن تتطلع إلى تقديم مزيد من التعليقات على مشروع القرار بعد حصولها على معلومات حول نتائج المشاورات المقبلة. من جانبه أكد متحدث باسم الخارجية البريطانية أن المباحثات بشأن المشروع جارية، مشيرا إلى أن مشروع القرار سيطرح للتصويت على ضوء ما سيتحقق في محادثات السلام المزمع عقدها الشهر المقبل. في الشأن السوري، بدأت في العاصمة الكازاخستانية أستانا جولة مباحثات جديدة حول هدنة في محافظة إدلب. وقالت وزارة الخارجية الكازاخستانية في بيان لها إن المحادثات ستبحث تهيئة الأوضاع في محيط إدلب لسماح عودة اللاجئين، بالإضافة إلى مناقشة عملية إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب. ويشارك في الجولة الجديدة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن دي مستورا المنتهية ولايته، بالإضافة إلى ممثل
ممثلين من روسيا وتركيا وإيران. جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بالاتفاق النووي مع طهران والحاجة لمواصلة تنفيذه من كل الأطراف الموقعة. وقال بيان للاتحاد إن مسؤولة السياسة الخارجية فيدريكا موجيريني أكدت لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في جنيف عزم التكتل الحفاظ على الاتفاق النووي المتعدد الأطراف الذي أبرم مع إيران عام 2015. وأضاف البيان أن موجيريني شددت كذلك على الحاجة لمواصلة التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق من جانب كل الأطراف الموقعة عليه بما يشمل المزايا الاقتصادية الناجمة عنه. حذر محللون في وزارة الخزانة البريطانية إلى أن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انسحاب سيؤدي إلى تراجع بنسبة 9.3% في الناتج المحلي الإجمالي خلال 15 عاما المقبلة. وأشار المحللون إلى أن اتفاق الخروج الذي توصلت إليه الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي سيقلل من تلك النسبة إلى 3.9% خلال الفترة نفسها. وأمام البرلمان البريطاني قالت رئيسة الحكومة البريطانية تريزا ماي أن هذا التحليل يؤكد أن الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل هو أفضل اتفاق متاح، وأوضحت أن الاتفاق يراعي الحفاظ على وظائف البريطانيين كما يحفظ استقرار الاقتصاد البريطاني. وتسعى رئيسة الوزراء البريطانية إلى إقناع البرلمان بإقرار الاتفاق، كما ستتوجه إلى اسكتلندا لحشد التأييد لمسودة الاتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة الأفغانية وحركة طالبان إلى إجراء محادثات سلام مباشرة لإنهاء الاقتتال في أفغانستان. وخلال اجتماع حول أفغانستان في جنيف أكد غوتيريش أن التوصل إلى حل سياسي في أفغانستان بات أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى، ودعا إلى التمسك بما وصفه بالفرصة النادرة لبدء محادثات مباشرة بين أطراف الصراع الأفغاني. من جانبه أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني تشكيل حكومته لفريق تفاوض من 12 شخصا، موضحا أن كابول قد وضعت بالفعل خريطة طريق لمفاوضات السلام. وأكد الرئيس الأفغاني أن حكومته تسعى إلى اتفاق سلام يتم من خلاله دمج طالبان الأفغانية في مجتمع ديمقراطي وشامل. مشاهدينا الكرام، النشرة مستمرة من مركز الأخبار في تلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد الفاصل. ملكة الدنمارك تضع لمساتها الفنية في باليه كسارة البندق. عمانية هندية تبحث في مسقط تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين السلطنة والهند. تدشين جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية بثلاثة محاور ستتنافس عليها مدارس السلطنة. واشنطن تبلغ مجلس الأمن الدولي بضرورة تأجيل مشروع قرار بريطاني حول اليمن. الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بالاتفاق النووي مع طهران ويؤكد على ضرورة مواصلة تنفيذه من كل الأطراف الموقعة. ابتهاء
ابتهاجا بالعيد الوطني 48 المجيد، قام سعادة محمد بن سالم الحارثي سفير السلطنة لدى جمهورية كوريا حفل استقبال. واشتمل الحفل على عرض لوحة بانورامية كبيرة في المنصة الرئيسية تحكي الموروث الحضاري والتاريخي، بارزة معالم النهضة الحديثة والمقومات السياحية في السلطنة. سفارة السلطنة لدى جمهورية كوريا تقيم حفل استقبال بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 48 المجيد، وسط مشاركة رسمية من السلك البرلماني والدبلوماسي ورؤساء البعثات العربية والأجنبية وعدد من ممثلي الملحقيات العسكرية وغيرهم من مسؤولي القطاع الخاص. ترتكز السياسة العمانية الخارجية على مد جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع دول العالم وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. جلالة السلطان قابوس بن سعيد دائما يضع مصلحة شعبه في قائمة أولوياته، لذلك نرى سلطنة عمان في مصاف الدول المزدهرة، والسلطنة اليوم هي جسر للسلام في المنطقة. حفل وطني بهيج نظمته السفارة لدى حفل الاستقبال تخللته فقرات وطنية مختلفة تضمنت ملامح النهضة الحديثة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس المعظم والعلاقة السياسية الخارجية للسلطنة ونهج الحوار والمفاوضات التي تقوم بها السلطنة في التعامل مع مختلف القضايا والخلافات الدولية. تشرفت بحضور حفل الاستقبال بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان التي أتمنى لها المزيد من التقدم. سعيدون نحن في كوريا الجنوبية بالعلاقات الدبلوماسية المميزة مع سلطنة عمان، وأتمنى زيارتها قريبا. نتمنى لعمان الازدهار والتقدم والأمان والتوفيق إن شاء الله، ونراها دائما مزدهرة بظل جلالة السلطان والحكومة الرشيدة. لوحة بانورامية كبيرة تحكي الموروث الحضاري والتاريخي وتبرز معالم النهضة الحديثة والمقومات السياحية في السلطنة، كما تضمن الحفل أيضا ركن الترويج السياحي والاستثماري إضافة إلى ركن معرض الصور لملامح من عمان تمثل مشاهد متنوعة للموروث التاريخي والتراثي وطبيعة السلطنة الجيولوجية، بجانب ركن التراث الذي تضمن معروضات تراثية مختلفة وعدد من الكتب العمانية. ابتهاجا بالعيد الوطني 48 المجيد، نظم أهالي ولاية دبا في محافظة مسندم احتفالا بهذه المناسبة. الاحتفال جاء بمشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة والجاليات المتواجدة في الولاية. ونظرا لما يمثله العيد الوطني لدى المرأة العمانية من أهمية تجسد حب المرأة وانتمائها للوطن وامتنانها لجلالة السلطان حفظه الله. بهذه الكلمات عبرت المرأة في ولاية دبا عن شكرها وعرفانها لمن أمن لها كل حقوقها في المجتمع، وأمامها وقف شريكها الرجل الذي كان داعما ومساندا ومشجعا لها. فأبناء ولاية دبا وقفوا سويا الرجال والنساء ليؤكدوا مدى عرفانهم وولائهم لعمان وقائدها من خلال حفل شعبي شارك فيه حتى أطفالهم وشيبانهم جميعا. جاءت فكرة الاحتفال هذه مبادرة في جمعية المرأة العمانية بالمناسبة السعيدة اللي هي العيد الوطني 48 المجيد وكباقي الولايات السلطنة. طبعا اجتمعوا الأهالي ونظمنا هذا الحفل، طبعا كرئيس اللجنة العليا لتنظيم الاحتفال والأخوان الأعضاء دائما المشاركين الداعمين لهذه الفعالية الوطنية. وحقيقة تبنوا وكان في حل، يعني الأيام الماضية كان خلية نحل، يعني خلية نحل الناس تشتغل ليل ونهار على إبراز هذه الفعالية. حفل دبا الذي أتى بمبادرة من جمعية المرأة العمانية بالولاية مدعومة من كافة شرائح المجتمع ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بل وحتى الجاليات المتواجدة في الولاية والفقرات الفنية المختلفة التي جاءت جميعها معبرة عن مشاعر العشق للوطن والولاء للسلطان. تشرفت الجالية السودانية بولاية دبا مشاركة الشعب العماني الحبيب
بأعياده الوطنية أو بعيد الوطني المجيد 48، وبنهنيهم من هذا المنبر، وبنهني جلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه. احتفالات دبا تتواصل على مدى 3 أيام متتالية بين عروض فنية ومسرحية ومسيرات شعبية وأركان المرأة العمانية وفقرات أخرى تقدمها وتشارك من خلالها الجاليات العربية وغير العربية. تعيش محافظة مسندم احتفالات وأفراح العيد الوطني بأبهى حلتها، فالاحتفالات تتنقل من ولاية إلى أخرى، وها هنا اليوم كنا في ولاية دبا في هذا الاحتفال البهيج. من ولاية دبا محافظة مسندم نجم بن عبد الله الشحي. اختتمت اليوم فعالية المسابقة الثقافية للجيش السلطاني العماني لهذا العام على مسرح قيادة هندسة قوات السلطان المسلحة، حيث تضمنت المسابقة عددا من المجالات الثقافية والعلمية والمسرحية والفنية المتنوعة. وفي ختام المناسبة قام اللواء ركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني راعي المناسبة بتسليم الجوائز والشهادات للمحكمين ومقيمي المشاركات الفنية والفائزين بالمراكز الأولى. حصلت الباحثة الدكتورة لمياء بنت عدنان الحاج أستاذ مساعد بقسم الأحياء بكلية العلوم في جامعة السلطان قابوس على جائزة لوريال اليونسكو للمرأة في العلوم في نسختها 5 للعام 2018. ويأتي التكريم نظير إسهامات الباحثة في تحفيز مسيرة التقدم العلمي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك عن أبحاث تناولت استكشاف الأجيال الثانية والثالثة والرابعة من الوقود الحيوي كمصادر نظيفة ومستدامة للطاقة، ودراسة سلالات من الميكروبات والطحالب بهدف الاستعانة بها لاستخلاص منتجات ذات جدوى اقتصادية عالية، وبهدف برنامج زمالة لوريال اليونسكو من أجل المرأة إلى تكريم يهدف إلى تكريم ودعم النساء المتميزات اللواتي ساهمن في تحفيز مسيرة التقدم العلمي بمنطقة الشرق الأوسط. حصلت جامعة السلطان قابوس على المركز الثالث في مسابقة الخطبة البيئية للكليات والجامعات على مستوى الوطن العربي لهذا العام، وذلك في محور البيئة العمرانية المستدامة، كما حصلت على المركز نفسه في محور تأثير صناعة الموضة ومستحضرات التجميل على البيئة. وتعد هذه المسابقة منتدى للتعبير عن الأفكار وكمنصة لتطوير مناهج مبتكرة لمعالجة القضايا القائمة حول الاستدامة، وهي منصة مهمة من شأنها أن تساعد على التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تعزيز أساليب الحياة المستدامة. 43 صورة تصف تضاريس وتراث عمان وتروي ثقافة وعادات الإنسان العماني التقطتها عدسة عدد من مصوري السلك الدبلوماسي بالسلطنة. المعرض 5 على التوالي والذي تنظمه الجمعية العمانية للتصوير الضوئي لمختلف السفارات في السلطنة كل عام يستقبل زواره حتى 6 من ديسمبر القادم في مقر الجمعية. عندما يلتقي الشغف مع عدسة مصور لا يقبل بصورة مكررة ولا بنسخة ثانية، يظهر جمال عمان المتواري عن الأنظار ولا يظهر إلا لمن يبحث عنه. هنا برزت عمان في عيون السفراء. أرى ما أسميه أنا الطائر العماني الجميل بجناحيه هنا والقلب الواضع، ولكن كل ذلك كان من خلال نخلتين، وكل ذلك كان يمثل لي جمال عمان. الحقيقة احنا عمان زرنا كثير مناطق، من سور والرستاق ونزوة وصلالة، ويعني بعض المناطق الطبيعية مثل وادي شاب وطيوي، وهذه الصور التقطتها في هذه في قريات وهذه في صلالة. طبيعة حقيقية بدون أي تعبير آخر أو رسم أو كذا، وإنما طبيعة جاية من 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 أراضي هي تجد، يعني تجد، نسأل إحنا كيف من ينتهي موضوع المطر أو كذا، يقولون تجدون صور أو لوحات أخرى أجمل من هذه. 43 صورة التقطت بعدسات الدبلوماسيين في السلطنة ووثقوا الثراء التضاريسي لعمان وعمق تاريخها وزهاء ثقافة وعادات الإنسان العماني.
with the opera and the fountain of Shati. التقطت هذه الصورة في المساء في 40 ثانية مع انعكاس ضوء القمر على النافورة مع أضواء دار الأوبرا على الماء، مما أتاح لي التقاطة جميلة مميزة لدار الأوبرا السلطانية العمانية. هذا المعرض الأمان في عيون السفراء وفي مناظر السفراء ليكون مقدمة لتعريف هذا الشعب وهذه الثقافة وهذا السلطنة العظيمة لكل البلد إن شاء الله. كل واحد مقيم في هذا الوطن الجميل يتغنى بعمان، من خلال زياراتهم يحمل عدساتهم الجميلة ويلتقطوا صور نادرة رائعة لعمان من زوايا مختلفة، قد يكون المصورين الآخرين ما يعيش الزوايا ده. بات الفن البصري عين ثانية تفتش عن جماليات السلطنة ونقاء الطبيعة وثرائها، وهي فرصة للمهتمين لزيارة المعرض والذي يستمر بعرض تلك اللوحات الثرية حتى 6 ديسمبر القادم. خديجة بنت سليمان، الشحية، مسقط. نتحول الآن إلى طلال بن أحمد الكلباني والأخبار الاقتصادية. حياكم الله. احتفلت شركة تنمية نفط عمان بتخريج 1077 مواطنا ومواطنة ضمن الدفعة 13 من برنامج الأهداف الوطنية للتدريب المقرون بالتوظيف. هذه الدفعة من الخريجين تعد الأكبر في هذا البرنامج الطموح. رعى حفل التخريج معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. 1077 شابا وشابة احتفلت شركة تنمية نفط عمان بتخريجهم ضمن الدفعة 13 من برنامج الأهداف الوطنية للتدريب المقرون بالتوظيف الذي دشن عام 2011 سعيا لإيجاد فرص التدريب والتوظيف للباحثين عن عمل. بعد فترة الدراسة مباشرة التحقت بسوق العمل، و المعهد اختارني من أفضل الطلاب الموجودين ووظفني كمساعد للمدرب. احنا دربنا على الكمبيوتر واللغة الإنجليش الإنجليزية، وبعد كان عندنا شو اسمه الصرافة يعني العملات وكذي. احنا يعني وايد استفدت منهم. الخريجون استكملوا برامج تدريبية في قطاعات الكهرباء واللحام والسيارات والمالية والبيع والتجزئة ورياض الأطفال، بما يتماشى مع الجهود المبذولة لدعم تنويع الاقتصاد الوطني. التخصصات في حفل التخرج اليوم معظمها فنية في مجال قطاع السيارات والكهرباء والميكانيكا، وأيضا غير فنية كبرنامج معلمات رياض الأطفال، وأيضا في مجال المبيعات والمحاسبة. البرنامج التدريبي استمر من 6 إلى 18 شهرا، وقدمته 7 معاهد تدريبية معتمدة في السلطنة. وتعد هذه الدفعة الأكبر في تاريخ برنامج الأهداف الوطنية لتطوير المواهب الشابة بالسلطنة وتعزيز القيمة المحلية المضافة. هذا شيء كبير بالنسبة لي، أني أنا أنجزت ولو شيء بسيط، لأن إحنا بنكون نأسس أطفال، نأسسهم للمدارس، نأسسهم كيف إحنا نكون الأساس للطفل نفسه وكيف نتعامل معه. إحنا الحين في مجال السيارات، وهذا أثبت أن المرأة تقدر أنها تدخل مجالات كثيرة، وهذا أول دليل كأول دفعة لطالبات يعني عمانيات يتخرجن في مجال السيارات. برنامج الأهداف الوطنية نجح في توفير أكثر من 55,000 فرصة عمل وتدريب مهني ومنحة دراسية للعمانيين الباحثين عن عمل منذ تدشينه عام 2011، وساهم في تأهيل الشباب العماني وزيادة نسبة التعميم في مؤسسات القطاع الخاص. نشرت وزارة السياحة خدمات تبادل السياح بين ميناء السلطان قابوس ومطار مسقط الدولي، ويأتي تدشين هذه الخدمات في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز قطاع السفن السياحية بالسلطنة، حيث ستمنح هذه الخدمات شركات ومؤسسات القطاع السياحي العماني الاستفادة من زوار السفن السياحية. هذا وسيصل للسلطنة عبر مطار مسقط الدولي 900 سائح
يوم غد الخميس الموافق 29 من نوفمبر الجاري عبر رحلات جوية من مطارات جاتويك ومانشستر وبرمنغهام بالمملكة المتحدة، ليتوجهوا من المطار إلى ميناء السلطان قابوس السياحي للانطلاق في جولتهم السياحية لموانئ المنطقة عبر سفينة ماريلا ديسكافري. يقابلهم نزول 900 سائح أيضا من السفينة نفسها، سيتوجهون إلى مطار مسقط الدولي لمغادرة عبر الرحلات الجوية نفسها العائدة إلى المملكة المتحدة. أعلنت وزارة الإسكان عن المزايدة العلنية على 7 مواقع لمحطات خدمية متكاملة، والتي تضم محطات للوقود وغيرها من الخدمات على الطرق السريعة ابتداء من 4 ديسمبر المقبل وحتى 6 يناير 2019. وأوضحت الوزارة أنها ستطرح المزايدة عبر وسائل الإعلام كمرحلة أولى على 7 مواقع، 4 منها على مسار طريق الباطنة السريع بولايات السويق وصحم وليوة، وثلاثة مواقع أخرى على مسار طريق أدم ثمريت، 2 في ولاية هيمة وواحدة في ولاية مقشن. 57 مشروعا سياحيا مولها بنك التنمية العماني في المجال السياحي بمحافظة الداخلية، جاء ذلك في الندوة التي نظمها البنك بولاية منح بمشاركة مجموعة من الشباب العماني من أصحاب المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة. مقومات سياحية طبيعية وتراثية مادية وغير مادية تتمتع بها كل ولايات السلطنة. محافظة الداخلية تحتضن مقومات سياحية عدة كالمناطق الجبلية والمعالم التراثية، فجاءت ندوة الاستثمارات السياحية لتناقش المقومات السياحية في المحافظة بشكل عام. تم تنظيم هذا الملتقى من أجل تنمية القطاع السياحي في السلطنة، وذلك من خلال منح الفرص الاستثمارية للمستثمرين في محافظة الداخلية، وذلك لما تتمتع به محافظة الداخلية من مقومات سياحية. قصص نجاح سطرها الشباب العماني في قطاع السياحة. زاهر الزكواني مدير شركة بوارق نزوة أحد المشاركين في الملتقى الذي بدأ قصة نجاحه من شركة تضم 126 فردا من أبناء المحافظة، تعمل على استقطاب الكثير من السياح من خارج السلطنة لتعريفهم بالمواقع السياحية والتراثية والطبيعية والثقافية بالولاية. بداية فكرة كانت حاجة السوق الملحة لمشروع بيوت ضيافة بهذا المستوى العصري، أعتقد داخلية تفتقر لهذا النوع من بيوت الضيافة أو أماكن الإيواء السياحية. بدت فكرة بها من هذه الناحية، والحمد لله وفقنا وعملنا الدراسات اللازمة، والمشروع أصبح قيد التشغيل الحمد لله رب العالمين. الملتقى الذي جاء بتنظيم من بنك التنمية أوضح عن دعم الكثير من المشاريع السياحية بالمحافظة، وذلك من خلال منح قروض لإنشاء مشاريع سياحية جديدة أو توسعة مشاريع قائمة، فقد حظي قطاع السياحة على 24% من المحفظة الإقراضية للبنك يمثل حوالي 52 مليون ريال عماني. ملتقى الفرص الاستثمارية سعى لمساعدة الشباب العماني لخوض سوق العمل بالمشاريع السياحية وعمل على تسهيل سبل لذلك. بهجة بنت سالم الرواحية، محافظة الداخلية، ولاية منح. كان هذا كل ما لدينا من أخبار في نشرتنا الاقتصادية. عودة لأحمد وحنيفة والمزيد من أخبار العاشرة. إلى اللقاء. شكرا طلال. إحياء للموروث البحري نظمت وزارة الشؤون الرياضية بالتعاون مع شركة أوربيك احتفالا بحريا في ولاية صحار تشجيعا للأهالي للمحافظة على التراث البحري العماني. اشتمل الاحتفال على لوحات تحدثت عن الرحلات البحرية للصيد والتجارة وقرية تراثية جسدت كيفية صناعة السفن والقوارب التقليدية.
الرحلات البحرية التي كان يسيرها الأهالي للتجارة أو السفر من ميناء إلى آخر يصدها المشاركون في الاحتفال البحري التراثي الذي نظمته وزارة الشؤون الرياضية بالتعاون مع شركة أوربيك على الواجهة البحرية المقابلة لحديقة اليوبيل الفضي بولاية صحار. الهدف من قامة هذه الفعالية هو تشجيع الصيادين أو شيء على الموروث التراثي، وهذه يعني نبذة من الشركة اللي قامت بتشجيع الصيادين وإحياء ما كان يقوم فيه الآباء سابقا. اللوحات التراثية التي تضمنها الاحتفال تمثلت في تجسيد صورة تجهيزات الرحلة البحرية والوداع للبحارة والمسافرين وأداء الفنون الشعبية البحرية، بالإضافة إلى سباق القوارب وسفن الشوش. القرية البحرية المصاحبة تعرف الجيل الجديد على الموروث وعلى الماضي العريق وكل ما يصاحب هذه الرياضة وصناعة السفن من صناعات رديفة أيضا. في هذه القرية التراثية التي أقيمت ضمن فعاليات الاحتفال تم التعريف بكيفية صناعة قوارب التجديف والشوش وشباك الصيد، إلى جانب استعراض بعض الأدوات التي يستخدمها البحارة في رحلاتهم البحرية. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى الأخبار الرياضية مع الزميلة مزوم بنت سعود الحسينية. شكرا حنيفة، أهلا بكم مشاهدينا. شهدت السلطنة مساء اليوم إقامة حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2018 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة مسقط، وهو الحدث الذي تستضيفه السلطنة للمرة الأولى. أقيم الحفل تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد. ولأن السلطنة كانت ولا زالت ملتقى الحضارات، فإنه ليس من المستغرب أن تكون ملتقى الأمم الآسيوية بمختلف شعوبها وأعراقها، حين اجتمع أبناء القارة الصفراء في عاصمة السلام مسقط في ليلة توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بادرة هي الأولى من نوعها في احتضان عرس آسيوي بهذا الحجم، لتضع السلطنة على خارطة أهم وأبرز وأكبر المحافل الكروية في القارة الآسيوية، وهو ما أكده حسن التنظيم وكرم الضيافة والذي أبهر الحاضرين. الأمسية التي حظيت بحضور رسمي على مستوى عال جاءت تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، وتنوعت فيها فقرات الاحتفال لتبدأ لحظة تكريم لأصحاب الإنجاز والتفوق، ليس على المستوى الرياضي فحسب ولكن على المستوى الإنساني، فكرة القدم باتت تجمع الشعوب قاطبة وتراعي كل مناشط الحياة، حيث حصد الاتحاد الياباني لكرة القدم جائزة أفضل اتحاد وطني في آسيا لعام 2018، وكان أفضل مدرب ومدربة في آسيا للعام الحالي الياباني جو أويا واليابانية أساكو تاكاكورا، وفاز الإيراني علي أشقر بجائزة أفضل لاعب كرة للصالات، فيما توج السعودي تركي العمار بجائزة أفضل لاعب شاب في القارة، والصينية وانغ شوانغ جائزة أفضل لاعبة في القارة الآسيوية. واتجهت الأنظار في نهاية الحفل إلى جائزة أفضل لاعب في القارة، والتي ابتسمت للقطري عبد الكريم حسن على الثنائي الياباني يوما سوزوكي وكينتو ميساو. نجاح آخر يضاف لنجاحات السلطنة في استضافة أكبر المحافل على مستوى القارة الآسيوية، وكما بدأ بشعار السلام والحب انتهى بلحظات لا تنسى من دموع الفرح للمتوجين والتطلع لمن خسروا رهان هذا الموسم في بانوراما حفل الكرة الآسيوية وبنكهة عمانية هذه المرة.
ينظم نادي سباق الخيل السلطاني يوم غد الخميس سباق الخيل السادس للموسم الحالي، وذلك على مضمار الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركة. وسيشتمل السباق على 8 أشواط، خصصت 5 منها للخيول العربية الأصيلة و3 للخيول المهجنة الأصيلة. ويتوقع أن تشهد أشواط السباق الثمانية إثارة كبيرة في ظل الاستعداد المبكر لملاك الخيول للدخول في هذا السباق. يتأهب فريق الطيران العماني غدا لخوض منافسات الجولة الختامية والأخيرة لسلسلة سباقات الإكستريم للإبحار الشراعي لموسم 2018 بمدينة لوس كابوس بالمكسيك. ويتطلع الفريق إلى التتويج بلقب الجولة، وذلك بعد النتائج الجيدة التي قدمها خلال السباقات الماضية والفوز بالجولة قبل الأخيرة والتي أقيمت بسان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية. ومن المتوقع أن تشهد الجولة الختامية منافسات حامية وقوية بين الفرق، خصوصا بأن لقب البطولة لم يتم حسمه حتى الآن، حيث يتصدر فريق ولينغي السويسري الترتيب العام، يلي فريق SAP الدنماركي، ثم فريق الطيران العماني. تنطلق بعد غد الجمعة بطولة ألسترين الكلاسيكية للغولف للعام الجاري 2018 في نسختها 23 على ملعب نادي غلا للغولف. وتعد هذه البطولة إحدى أكثر البطولات أهمية في السلطنة نظرا للفرصة المميزة التي تقدمها للاعبين الهواة المسجلين للمشاركة في بطولة احترافية تطبق فيها المعايير الدولية للعبة الجولف، حيث تستمر هذه البطولة ليومين متتاليين. وستشهد البطولة مشاركة 144 لاعبا من السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي. عالميا، تستكمل مساء اليوم منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث سيشهد ملعبا حديقة الأمراء بباريس وويمبلي بلندن مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يستضيف باريس سان جيرمان ضيفه ليفربول، وذلك ضمن المجموعة الثالثة، ويأمل الأول في استعادة توازنه بالفوز على متصدر المجموعة للعودة إلى طريق الأمل للتأهل لدور 16. وفي مواجهة إنجليزية إيطالية، يأمل توتنهام هوتسبير في الفوز على إنتر ميلان لخطف بطاقة التأهل الثانية للمجموعة الثانية والتي يتصدرها برشلونة. وإلى الخبر الأخير، حيث وصل وفد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات إلى موسكو لمحاولة الحصول على بيانات الحاسوب من المختبر في قضية التستر الكبيرة لحالات تعاطي المنشطات الروسية. ويجب على روسيا تقديم البيانات قبل 31 من ديسمبر القادم، أو المخاطرة بوقف عمل الوكالة الوطنية الروسية لمكافحة المنشطات مرة أخرى بعد شهرين من إعادة المثيرة للجدل. وعثرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على أدلة موسعة بأن روسيا قامت بشكل روتيني بتزوير نتائج اختبارات تعاطي المنشطات، بما في ذلك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في سوتشي. ولكن يجب أن تقدم السلطات الروسية بيانات حقيقية هذه المرة، ويجب على روسيا أيضا تقديم عينات مخزنة للرياضيين للتحليل بحلول 30 من يونيو 2019. إذن مشاهدينا، وصلنا بكم إلى نهاية الأخبار الرياضية، شكرا على حسن وطيب المتابعة، وعودة الآن إلى الزملاء. شكرا مزون. عرفت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية بمواهبها الفنية المتعددة، فهي المصممة الرئيسية لمسرح بانتومايم في العاصمة كوبنهاغن. كما شاركت الملكة في تصميم أزياء وخلفيات أشهر عروض الباليه التي تعرض في هذا المسرح مثل كسارة البندق. كسارة البندق من روائع الموسيقار الروسي بيتر إليتش تشايكوفسكي،
وهو عامل أوركسترالي ضخم يشمل كل الآلات الموسيقية، مما جعله غنياً بالألوان اللحنية والرقصات المتنوعة. وعبر المؤثرات البصرية الملأة بالألوان كالأزياء والخلفيات، تتناغم جميع مفردات هذا العرض في نهج شامل قادر على إيجاد حالات وجدانية مختلفة. باليه مثل كسارة البندق لابد أن تتمتع بالألوان والبريق والبهجة. هذا العمل هو باكورة الأعمال الموسيقية الخارجة عن الصندوق، فحينما عرضه تشايكوفسكي لأول مرة لم يحظ بالقبول لأن الموضوع كان غريباً والألوان الأوركسترالية غير اعتيادية. أما الراقصون فوجدوا إيقاعاتها معقدة وصعبة، وما تزال الغرابة تلازم هذا العمل حتى في تصميم عناصره البصرية. كسارة البندق عمل مستلهم من قصة للكاتب الألماني أرنست هوفمان، حيث تحصل كلارا بطلة القصة في عيد الميلاد على دمية على شكل كسارة بندق التي تصبح فيما بعد أميراً تقع كلارا في حبه، وما أن تستيقظ من نومها تكتشف أن كل هذه اللحظات الساحرة التي عاشتها لم تكن إلا حلماً جميلاً. مشاهدينا الكرام، النشرة انتهت، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. لجنة عمانية هندية تبحث في مسقط عزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين السلطنة والهند. تدشين جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية بثلاثة محاور ستتنافس عليها مدارس السلطنة. واشنطن تبلغ مجلس الأمن الدولي بضرورة تأجيل مشروع قرار بريطاني حول اليمن. الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بالاتفاق النووي مع طهران ويؤكد على ضرورة مواصلة تنفيذه من كل الأطراف الموقعة. في ختام نشرتنا نشكركم على حسن المتابعة وتقبلوا تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. إلى اللقاء. إلى اللقاء.